اكملا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، نتيجه الكلام ده بقى شايف ان ماتش النهارده الاسماعيلي هيلعب الماتش ده بتكتيك دفاعي اكتر، ولا بالعكس هيلعب جيم مفتوح وهيستفيد من المهارات اللي موجوده عند خط الهجوم؟ هو كابتن ايهاب جلال بيلعب بالاسلوب ده مع اي فريق، حتى لو بيلعب مع اي فرقه في العالم. كابتن ايهاب جلال هو بيحاول يفرض اسلوبه على الفريق المنافس، ما بيلعبش على اداء مثلا النادي الاهلي، والنادي الاهلي عارف النادي الاهلي هيضغط من اول دقيقه، والنادي الاهلي عايز يكسب يلعب مثلا زون ديفنس ونص الملعب ويقفل كده. لا انا عارف كابتن ايهاب وفكره، بيلعب جيم مفتوح، بيحاول على قد ما يقدر اللعيبه بتاعته، وانت عارف اللعيبه الاسميه برده كورتهم ممتعه شويه، يهاجم ويحاول يجيب اجوان، دي في مصلحتنا احنا. انا شايف بيتقال عليهم برازيل مصر. انا شايف ان ده في مصلحه لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه بتحب ان الفرق اللي بتلعبه تهاجمه عشان يبقى فيه مساحات، عشان لعيبه النادي الاهلي انت عارف مستر موسيماني بيحب الاختراق من النص، ما بيحبش الكرات العرضيه، مع اي فرقه بتعمل عليها تكتل بتعملها مشكله. لكن لما فرقه بتلعبك جيم مفتوح اداء النادي الاهلي بيبقى سهل، بالظبط كده. اتمنى ان شاء الله ان السيناريو بتاع المباراه يمشي زي ما احنا عايزين، مش عايزين يحصل مشاكل، لان كره القدم فيها حاجات كتيره جدا وفيها احداث كتيره جدا. هو الدوري اصلا الموسم ده غريب يعني، البعض بيشوف ان الموسم ابتدى من تسع ماتشات اصلا الاخرانيين، فيعني برضه بتقتنع او يعني متفق مع الراي ده؟ طبعا موسم طويل جدا، واحد نسي الاحداث كلها. ما الواحد نسي الاحداث اللي قبل بطوله افريقيا مثلا، حاسين ان احنا البطوله بعد بطوله افريقيا. صحيح. بعد ما خد النادي الاهلي بطوله افريقيا ابتدينا خلاص نفهم ان هو في دوري وفي منافسه، لان برده كان عدد المباريات المؤجله للنادي الاهلي كان كتير، فكناش حاسين المنافسه من اول اسبوع، فالمنافسه بدات تظهر بعد رجوع النادي الاهلي للماتشات المؤجله. بس انا شايف ان المنافسه دي هتنتهي على ايه؟ محدش عارف اي حاجه. نادي الزمالك السنه دي مختلف، النادي الاهلي طول عمره نفس اداؤه، نفس هدفه من اول اسبوع بيلعب على البطوله. نادي الزمالك مختلف السنه دي في تركيزه للمباراه. الزمالك في السنوات السابقه كان في ماتشات كده معينه بيفقد نقط سهله جدا، الزمالك السنه دي قدر يصلح العيب ده، فعشان كده المنافسه مكمله لاخر اسبوع. السنوات السابقه كان النادي الاهلي محسوم بالظبط، ليه مش انت نادي الاهلي ما بتغيرش اداؤه على طول، مكسب على طول، بيفكر على البطوله، عدد النقط ليهم بس قريبه برضو من السنه دي للسنه اللي فاتت. لكن نادي الزمالك اللي بيسهل على النادي الاهلي السنوات اللي فاتت ان هو بيخسر بنقط كتير قوي، لكن الزمالك السنه دي مختلف، وده اللي مخلي المنافسه قايمه لحد دلوقتي. المنافسه لاخر اسبوع اتمنى ان شاء الله تكون في صالحنا في الاخر.